مو تشوفوها شوية غريبة لما تسمع خلال آخر 3 سنوات العراق بدأ يسجل يومياً خبر ابن يقتل عائلته بطريقة وحشية؟ هذا كله شغل المخدرات. بلغة الأرقام المحاكم تشهد يومياً ما لا يقل عن 50% من عدد الموقوفين بجرائم قتل أو اغتصاب أو سرقة يقومون بها أشخاص يتعاطون المخدرات، ما لا يقل عن 100 شاب يومياً يموتون بسبب المخدرات لأنها تتسبب بأمراض الفشل الكلوي والسرطان والنوبات القلبية، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم واللي يؤدي لانفجار الشرايين. أما الناجين من هاي الأمراض فكلهم وبدون استثناء مصابين بأمراض نفسية وتلف الأعصاب والصرع والهلوسة والتهابات متعددة بالجسم. القوات الأمنية تلقي القبض يومياً على عشرات التجار والموزعين والمدمنين. تتراوح الأحكام من 1 إلى 3 سنوات للمدمن مع غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 10 ملايين دينار. أما التجار والموزعين فتتراوح الأحكام من 15 سنة للمؤبد أو الإعدام. الحل المناسب إذا كنت أحد المتورطين بالمخدرات، إحنا نساعدك ونخلصك من هذا المستنقع الخطر اللي وقعت نفسك به. بإمكانك تتصل بينا وتتلقى العلاج بكل سرية من خلال أطباء محترفين. أما إذا كنت تاجر أو موزع فنهايتك السجن.